اللي دخلت معانا في المباشر وهي جارة أربع صغيرات مهددين يعيشوا وحدهم، أمهم في السجن وأبوهم في حالة فرار، والعائل الوحيد ليهم اللي هما اللي هي جدتهم الكبيرة في العمر، ولكن رغم ذلك اللي هي بهم ويقعدوا عايشين في دار على وجه الفضل، لا ماء لا ضوء لا حتى شيء، لا أبسط ضروريات الحياة. اليوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تحركت في هذا الموضوع، ويحضر معانا في المباشر سوى وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس. سي وليد مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا على التفاعل مع الوضعية اللي تم تمريرها مبارح في ديوان فيم. اليوم اتصلوا بنا تقريبا كل الهيكل، وشكرا للتفاعل في هذا الموضوع. اليوم كوزارة وكمندوبية شنية الوضعية؟ قرينا الكومينيكي ناس كل يهبطوا الوزارة، لكن حبوا ناخذوا أكثر تفاصيل من عندك سي وليد. شنو اللي صار بالضبط مع العائلة هذية؟ مشيتوا زرتوهم؟ شنية الوضعية اللي لقيتوها؟ وشنية الإجراءات اللي اتخذتوها؟ للمعد لصقنا واللي هو على وجه الفضل، معناتها الأمانة غير صالح، معناتها للسكن قام فيه، معناتها بشكل ما فيهوش ماء صالح للشراب، الإنارة مقطوعة على خاطر اللي كان ثم فواتير معناتها مش خاصة، دونك مش هذا. بالإضافة إلى ذلك معناتها حتى التجهيزات والأثاث اللي موجود فيه معناتها ما يلبيش الاحتياجات نتاع الناس الكل، ديجا معناتها وضعية حالة رفع متاع الأثاث، ظروف صحية ما هيش مقبولة، دونك معانتها تم معانتها دراسة معانتها الوضعية واتفقنا معانتها للفريق اللي تنقل الناس الكل معانتها بأولا معانتها أولا تأمين عودة الأطفال معانتها للمقعد دراسة، خاطر الأطفال اللي ضمهم مكانهم الطبيعي في المدرسة على يعني الوليد اللي في عمر الأربع سنوات معانتها باش يتم معانتها الحاق بحدا الرياض، وقبل هذايا معناتها باش يتم نقلتهم الى محل اخر، معناتها محل سكنه تفوق محل اخر باش ينجم يكون فيه يكون يستجيب لابسط متطلبات. شكون باش يامن المسكن الجديد سواليد؟ بالتنسيق معناتها مع السلطات المحليه والجهويه، وفما حتى معناتها من المجتمع المدني فما برشا ناس معناتها يحب يعاونوا في الوضعيه هذيا، دونك وصلتهم اليوم العشيه بعض معناتها المساعدات اساسيه معناتها، ودونك ما احنا كيما شنو المساعدات اللي وصلت سي وليد؟ والله مساعدات في تعرف الظرف هذايا معناتها مساعدات غذائيه ولا غيره معناتها، دونك وصلتهم معناتها العشيه اليوم عن طريق السيد العمده وكل شيء، وعلى الاقل الى حين معناتها ان شاء الله يوم غد معناتها تم معناتها نقلتهم الى محل سكنه، دونك بسبب البحث معناتها على المحل لنقلت العائله هذه هما وجدتهم بطبيعه. وباش يكونوا برعايه شكون؟ هما كلهم قصر معناتها الكبيره فيهم عمرها 14 سنه، يعني كلهم اطفال، شكون باش يشرف على رعايتهم اليوم الصغيرات هذول؟ معاهم جدتهم وعندهم خالتهم معناتها معاهم. وديجا احنا معناتها باش تتم المتابعه النفسيه لوضعيات الاطفال هذوما، امهم معناتها للاسف معناتها عندها عقوبه سجنيه، دونك احنا عندنا الخطه الاولانيه نتاع التدخل معناتها في الوضع الراهن اللي معناتها باش يكون في ظروف مناسبه اللي قاموا، فما خطه اخرى ثانيه بعد خلينا نقول بعد ما الوالده نتاعهم تتوضح معناتها تخرج معناتها الوضعيه نتاعها. فوالا خاطر اللي يهمنا معناتها هي الوالده نتاعهم تكون معاها معناتها
وترافقهم وتطارهم وكل شيء. دونك ربما بعض المعلومات اللي انا نسوقها باحتراسي وليد، المعلومات اللي وصلتنا في ديوان فهم انه القائم المشتكى لشكى بها ينوي اسقاط حقه في الشكايه، وربما تخرج باش تتلهى بصغيراتها، معناتها ما نعرفش هو قام باسقاط، معناتها اسقاط الدعوه، اجراءات مع محامية الام هذه اللي اختها، معناتها كلفت لها معامل متابعه الوضعيه. احنا كما قلت معناتها الحاله الطبيعيه كون الام هي اللي تتلك، لكن في الظرف الران نقعدوا معناتها نخليوا الاطفال هكاك لازم يرجعوا للقرايه، يغيروا محل السكنه، يتم معناتها تاسيس وتوفير التجهيزات والاثاث معناتها اللازم، ابسط الظروف يلتحقوا بمقاعد الدراسه نتاعهم معاهم الجده نتاعهم الى حين تضاح الرؤيه، معناتها يبطل القضاء في وضعيه الام نتاعهم اذا كان فما هو اسقاط معناتها دعوه، ثم اجراءات اخرى اداريه هذيك تصير معناتها بطبيعتها، من بعد باش يكون معناتها لايجاد حل معناتها الام، خاطر الام ما تشتغلش والاطفال هذوما الاربعه يلزمهم شكون معناتها ينفق عليهم وكل شيء. دونك الملف هو محل متابعه معناتها في اطار عمل شبكي بين الهياكل الجهويه تقريبا الكل. دونك والمواضيع هذه للامانه معناتها متابعه شخصيه من السيده الوزيره معناتها في الملفات المشابهه، ومش اول وضعيه معناتها تتعدى على الوزاره، هذه العديد معناتها الوضعيات يتم معناتها التفاعل معهم الفوري، وباش نحرصوا معناتها الناس الكل على مختلف معناتها التعهدات والاتفاقات اللي صارت اليوم يتم تفعيلها وانجازها من اجل مصلحه الاربعه في لازم. واحنا عنا فيك ثقه سي وليد ونتبعوا معك الموضوع هذا ان شاء الله، واكيد جدا انتم معناتها الناس في ايادي امينه معناتها توا صغيرات هذوما. خاطر بالحق والله شفت انا وحكيت معاهم صغيرات على محليهم معناتها فهمتني يوجع القلب للاسف للاسف معناتها حتى اختهم الكبيره معناتها متفاهمه وتحكي وكل شيء، وتصور انت معناتها في الظلام عبيد في الظلام راهو قاسية قاسية برشا، لا قاسية برشا الظروف اللي هما موجودين فيها صغيرات، لا عمرها 14 عام، لو نحكيو على بنية على طفلة معناتها عمرها 14 سنة وخوها طفلة عمرها 14 عام ومنقطعة على الدراسة هي وخواتها في علاقة عندهم الرغبة باش يرجعوا يقراوا سي وليد معناتها كي حكيتوا معاهم؟ أكيد عندهم الرغبة، فما اكيد عندهم الرغبه، واحنا نسقنا اليوم وسيد مندوب حمايه الطفوله معناتها تعهد معناتها بالوضعيه هذه بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه معناتها للتربيه، وان شاء الله نقول واحنا بدايه الاسبوع القادم معناتها يرجعوا لمقاعد الدراسه. ان شاء الله، شكرا سي وليد، نتابعوا معك الموضوع هذا، وشكرا للناس الكل، شكرا للمواطنين زاد اللي تفاعلوا مع الموضوع هذا. نذكر امبارح في مواطن 9:30 جاني للراديو سي وليد امبارح يقول لي نحب نمشي لهم صغيرات هذوما ونشوف الوضعيه نتاعهم، اليوم يهز مرته ويمشي للجنب باش يشري كوفرتات ويشري حوايجات للصغيرات هذوما. نحب نحييه المواطن هذايا اللي من حتى قال على اسمه، شكرا لكل المواطنين اللي اتصلوا زاد بالجاره، شكرا للادارات الكل تفاعلت في هذا الموضوع، شكرا لك سي وليد فضلك وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاق